هل هذا التوجه الإقليمي والدولي أستاذ مصدق الذي يعني هذا الانفتاح الدولي والإقليمي على العراق بهذا الشكل يزعج أو لا يريح إيران بشكل من الأشكال؟ بالعكس، يعني إيران حتى أعلنت ذهبت أبعد من هذا، إيران حتى رحبت بأن تتطور العلاقات بين العراق والسعودية. هناك تصريحات، يجب أن نراجع جوجل ونبحث عن هذه العبارات. يعني كثير من المسؤولين الإيرانيين، نحن نرحب بأي جهة تقدم المساعدة للشعب العراقي الشقيق. نحن لدينا علاقات يعني خاصة مع العراق، يعني لدينا حدود طويلة، لدينا يعني مشتركات كثيرة. لهذا السبب العلاقات بين إيران والعراق علاقات متميزة. أنا أريد أن أقول يعني العراق اليوم، العراق الجريح، الشعب العراقي الجريح، يعني هؤلاء اليوم كطائر الفينيق استنهض من رماده وهو يناشد ويدعو أشقائه ويدعو الجيران لمساعدته ولكي يتآخوا ويتآلفوا فيما بينهم. يجب أن نحترم العراق ونحترم الشعب العراقي. يعني هذه الشعارات وهذا الكلام أنا أعتقد لا يصلنا إلى أي نتيجة. يجب، وهذا الحضور، طبعا هذا الحضور نحن نفخر بهذا الحضور. أولا نحن نريد أن يكون العراق قويا، على الأقل عندما يكون العراق قويا يذهب ويأتي بالسعودية لكي تتصالح معنا. يعني العراق أيضا حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت لدينا محادثات، يعني والسيد وزير الخارجية السيد عبد اللهيان هو كان يرأس هذه المحادثات، يرأس الوفد الإيراني، يعني محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران برعاية عراقية. نحن نتمنى أن يكون العراق قويا، نحن نستفيد من هذه القوة. نتمنى أن يكون آمنا، نحن نستفيد اقتصاديا وتجاريا. يعني بصراحة نحن نستفيد من حالة الاستقرار في العراق، ولهذا نحن ندعم الأمن في العراق لأنه مصلحتنا أيضا بالدرجة الأولى. بصراحة لا نريد أن يعني نمنن على إخوتنا في العراق.